أفضل طرق للإصلاح بين الزوجة وأم الزوج؟ عليك بالدعاء، لا سيما إذا كانت أم الزوج تغار من زوجة ابنها، لأن في تقييمها أن زوجة الابن خطفت ابنها منها، وبالتالي يعني قلبها متغير. الأمور المتعلقة بالقلوب حلها لا يكون إلا بالتوجه إلى الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الخير في بيوت المسلمين، وأن يوفقنا لحسن تربية أبنائنا. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني إذا قدر لنا لقاء في الأسبوع القادم نكمل بقية الأسئلة، نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.